السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم معنا موقع جديد جدا عمره ساعات فقط لربح الدولار والعملات الرقميه. هذا الموقع بيهدينا عضويه بايونير، عضويه مدفوعه لمده 30 يوم، وهذا شيء كثير كويس للاشخاص المشتركين جداد على هذا الموقع. راح يشتركوا على هذا الموقع خلال هاي الفتره، راح يحصلوا على هاي العضويه المدفوعه، وهذا شيء كثير كويس. طبعا اصدقائي، موقع جديد مثل ما قلنا، بيدفع على الباي بال، على البرفكت ماني، على الفاير، بالبيتكوين راح يكون وسيله السحب، بعتقد الفوسيت بي كمان بيدفع على الارتم. طبعا اصدقائي، خلال هذا الفيديو راح نشرح الموقع، طريقه الربح منه ان شاء الله خلال الايام القادمه، مقدم اثبات سحب عن هذا الموقع. سواء هذا الاثبات نحطه على قناتنا على التليجرام او اليوتيوب كوميونتي، او حتى بنعمل عنه ممكن فيديو مستقل. طيب بسم الله نبدا. اول شيء التسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل راح تلاقيها بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشر، انا ما بستخدم اي روابط مقصره، هذا اللينك بيغنك عن المدونه الخاصه فيه، المدونه الخاصه فيه في لينك مباشر، ضغطتين اخي الكريم تفتح معك هاي الصفحه. طبعا مثل ما قلنا الموقع فقط عمره ساعات، فيه 180 مشترك، دافع تقريبا 3 دولارات، شايفين اصدقائي، هذا الشيء كثير كويس. نحن بدنا نسجل، بنروح لكلمه كرييت اكونت، بنضغط عليها. طبعا بتفتح معنا هاي الصفحه، بنحط الاسم بالكامل، ايميل ادرس يفضل يكون جيميل، بنعيد الايميل، اسم المستخدم هذا بنحتاجه لتسجيل الدخول، باسورد خليها ارقام رموز حروف باللغه الانجليزيه، تمام. بنعيد الباسورد، بنحل هون اصدقائي الكباتشا، بنضيفهم بشكل صحيح، احرف كبيره كبيره، صغير صغير، تمام. بنوافق على الشروط، كلمه ريجستر، بصير عندنا حساب. طبعا الموقع ممكن يبعث لنا رساله تاكيد على البريد اللي نحن سجلنا فيه، ما طلبنا هاي الخطوه، لكن ممكن يبعث لك اخي الكريم رساله تاكيد في حال طلبنا هاي الخطوه. اضغط على هاي الرساله، فعل حسابك، بصير جاهز للربح من هذا الموقع. بعدين بسجل دخول على الموقع بشكل طبيعي، ايميل باسورد، وبنعمل لوجن. طبعا اصدقائي، هاي واجهه الموقع من الداخل. اول شيء تاكد انك حصلت على عضويه البايونير، راح تكون لبضعه الاف من الاشخاص، تمام. ف يعني سارع بالتسجيل، لا تاخر بالتسجيل بهذا الموقع، تمام. فنحن هلا بدنا نبلش نشتغل على الموقع لحتى نكسب منه. في عندنا كلمه ايرن ماني، شايفين اصدقائي عندنا هون طرق الربح المتاحه. هون انا معي 3 سنت، الحد الادنى للسحب 2 دولار، تمام. فانا بدي بلش اشتغل، عندي هون الطرق، اول وحده هي فيو ادز، بضغط عليها. طبعا اصدقائي بتفتح معنا هي الصفحه، هون عندنا اعلانات، هذا الاعلان بسنت بسنت، سنت 100 دولار، سنت 100 دولار، هون اصغر، تمام. فمثلا بروح على الاعلان، بضغط عليه. طبعا اصدقائي تفتح معنا هي الصفحه، الاعلان بصفحه ثانيه، شايفين هذا الخط منتظر راح تنتهي. طبعا هذا الموقع واي سنس، موقع قديم جدا لكن للاسف حاليا غير متاح ببلدي، كان من 6 أو 7 سنين كان متاح، وكان الربح منه كويس، لكن حاليا للاسف غير متاح، تمام. هون بحل، شايفين اصدقائي بحل الكاباتشا، اخذت قيمته، ثانكس فور واتشنج، بسكر هيك، بتابع بقيه الاعلانات، راح افتح واحد ثاني. طبعا احيانا بيعطيك الكاباتشا داخل الموقع الاساسي، احيانا بيعطيك داخل الصفحه الثانيه، انا مشان بينكم هذا الشيء، لكن اعطاني اياها نفس المبدا، تمام. بحلها هيك، شايفين اصدقائي، طبعا كسبنا، بنتابع بقيه الاعلانات ما كسبنا. في عندنا طرق ثانيه للربح، عندنا بيد تو ساين اب، لسه الموقع جديد، لسه ما فيه عروض من هي الناحيه. عندنا كليك سكيرت، بضغط عليها. طبعا هون بيعطينا مجموعة من الصور، بضغط عليها، ممكن اكسب ممكن ما اكسب، بيعطيني 20 او 25 محاولة يوميا، شايفين اصدقائي، هون الاشخاص الربحانين من هذا الطريقة او من هي الطريقة، هون ربحان 5 سنت 5 سنت، يعني ممكن تشوف ال 20 وحدة ما تكسب منهم، وممكن تشوف وحدة تكسب منها، تمام؟ ممكن تكسب اقل من هيك، هدول اكثر شيء ربحانين، شايفين اصدقائي 5 سنت، رح نجرب نحن، بنضغط هيك. مثل مبدا مشاهدة الاعلانات، تمام؟ بيعطينا هون، شايفين اصدقائي ما ربحنا، راح نجرب وحده ثانيه بلكي بنربح، ناخذ الجنبه. كمان ما ربحنا، هسه معي 23 محاوله، اكيد راح احاولهم كلهم طبعا بعد ما اخلص الفيديو، تمام. في عندنا طرق ثانيه للربح، هي ما بتلزمنا، هيد اند تيل، كمان هي اللي بعدها ما بتلزم، بوينت كونتست، هذول ما بيلزموا. في عندنا هون اوفر وولز او عروض، بضغط عليها. طبعا موجود عرض الاوفر فور اول، هو عرض ضعيف، لكن الموقع اكيد خلال الايام القادمه راح يضيف عروض ثانيه، شايفين اصدقائي، مثلا هي عروض اعلانيه بسيطه، بشاهد مثلا العرض ما أنا كثير مهم، لكن في عرض ثاني مهم، هو عرض الوندز هلا بنحكي عنه. طبعا بس بحل الكباتشا بكسب قيمه هذا العرض، شايفين اصدقائي، طبعا هي عروض بسيطه، ممكن نلاقي سيرفيز اكيد افضل منهم، او كويز اللي هي اسئله اكيد افضل منها. في عندنا عرض ثاني اسمه وندز، طبعا اصدقائي هذا الموقع جديد، على الاغلب راح يضيف العروض الرئيسيه اللي هي اد سكند ميديا، اد ستوديو، هذول كلهم ان شاء الله راح يضيفهم خلال ايام قادمه. شايفين اصدقائي الوندز، في عندنا هون عرض بربع دولار، ممكن تشوفهم،
للاسف انا غير متاح عندي، يعني انا نزلت تحت الارض راح يقول لي انت ببلد محصور فغير متاح عندي. ممكن يكون عندك متاح، ممكن تلاقي كمان اصبعات في اي وهي قصص اصدقائي. موبايل ابس ممكن يعطيك العاب تلعبها وتكسب قيمه، مثلا لك وصل لمرحله 10 على اساسها بيعطيك ربع نص دولار اللي هو حسب قيمه هذا العرض. في عندنا كمان رابط لحالي، اذا رجعنا للماي اكونت هذا رابط لحالي الخاص فيه، انا باخذه بوجه لاصدقائي لاستفاد من الموقع بشكل افضل. انت اخي الكريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعيه من المواقع. طبعا انا لسه ما وصلت لحد ان السحب اللي هو 2 دولار. طبعا كيف طريقه السحب؟ احنا نحكي عن طريقه. اول شيء بروح على كلمه بيرسونال سيتنج هاي اللي هون، بضغط عليها. طبعا بتفتح معي الصفحه، راح يعطيني اني اضيف بن، تمام؟ راح يكون مؤلف من 6 خانات، مثلا بحط ارقام معينه بحفظهم بالترتيب. طبعا هذا الشيء لامان حسابك. بعدين بتفتح معنا الصفحه الاساسيه، اضيف الحسابات الخاصه فيي، مثلا على حسابي على بنك الباير، بنزل لتحت، تمام اصدقائي، بحط هون الباسورد الخاص فيي داخل هذا الموقع، طبعا راح اشيل هاي كتبت لي ارتم، راح انزل لتحت على سند، هيك حفظ لي، تمام اصدقائي، هيك حفظ لي وسيله السحب. بس وصل ل 2 دولار بروح على كلمه ويزدرو، تمام اصدقائي، بال 2 دولار الحد الادنى للسحب. طبعا بس وصل ل 2 دولار يعطيني خانات السحب، بختار الباير او الفوشت باي، اكيد راح تكون متاحه ان شاء الله. بعدين بطلب السحب، بوصل السحب خلال فتره زمنيه قصيره من هذا الموقع. انتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.